مساء يوم الثلاثاء الماضي بمسرح الأمبرويز بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية مهرجان سيمفوني للفنون الذي يقام لتكريم رواد الفنون المسيحية برعاية وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية ونيافة الحبر الجليل الأنبا سيداروس أسقف عام عزبة النخلة وعدد من الآباء الكهنة ورواد الدراما والأفلام المسيحية. أنا النهاردة ده تاني تكريم، قبل كده من كام سنة كان في تكريم في مهرجان جرامازيس. الأنبا ساويرس هو قديس جميل وأنا بحبه جدا، وهو بكورة إنتاجي، لكن كمان بعمل أفلام تسجيلية وأباء أساقفة وأباء قديسين وبعمل ترانيم وكله إنتاج مسيحي. وأنا أشكر مثلي الأعلى لما كان على الأرض بابايا ثروت باسيلي، ومثلي الأعلى في السماء دلوقتي ربنا يهنيه بالملكوت، اللي شجعني على الإنتاج والحاجات دي بابايا ومامتي. صحيح هم مش معايا على الأرض دلوقتي، لكن هم في السماء ربنا يهنيهم بالملكوت، ويا رب أكون يعني بسطاهم ومفرحاهم بالحاجات اللي بعملها. يعني هي الرسالة احنا قدمناها، إنما اللي بيقدمها دلوقتي هو المهرجان سيمفوني بقيادة كل الشباب العظيم اللي هو عمل لنا التكريم النهاردة، لأن ده الجيل الثاني. يعني احنا وقت ما كنا بنمثل كان هذا الجيل كله في كي جي 1 وكي جي 2 وكأولى ابتدائي، فهم بعد 30 سنة أو 35 سنة بيفتكرونا وبيعملوا لنا هذا المهرجان. الحفلة كان فيها عدد من الكلمات وعدد من الفقرات الفنية المختلفة اللي كان منها كورال أغابي والأوركسترا اللي قدموا باقة متنوعة من أفضل الترانيم والموسيقى التصويرية للأفلام الدينية. أنا مبسوطة جداً إن أنا موجودة النهاردة في الاحتفالية دي، ولما طلبوا مني إن إحنا نشارك في الحدث ده بفقرة فنية موسيقية، فأنا حبيت إن إحنا ما نعملش أي حاجة كده منفصلة في عن الحدث، يعني عايزين نكون جوه الحدث نفسه، فالاختيار البرنامج كان مهم جدا. عزفنا من بعض الأفلام الموسيقية زي مثل الفيلم نسر البرية والبابا كرولوس وبابا شنودة، وعزفنا أعمال جديدة، فكنت مبسوطة جدا وتشرفت إن أنا عزفت معهم النهاردة. هدف المهرجان هدفه أني يدخل انبساط لكل حد حاضر، أهم حاجة فرحة الكل يكون حاضرة للكل، وهدف الموضوع أن احنا بنقول شكرا لكل ممثل وكل اللي هم ما وراء الكاميرا في الدراما المسيحية، بنقول لهم شكرا لتعبكم معانا في الوقت اللي فات، وكنتم مؤثرين جدا في كل بيت مسيحي دخل فيه، كل فيلم أثر في كل بيت كان ليه هدف معين داخل كل بيت. صراحة إدارة المهرجان كرمت في نهاية الحفلة كل القائمين على الدراما والأفلام الدينية في المجالات المختلفة على مجمل أعمالهم، وده بيجي لتشجيعهم للاستمرار والارتقاء بصناعة الدراما والأفلام اللي بتعتبر واحدة من أهم وسائل التعليم والتوثيق وتقديم القيم والتعاليم المسيحية. مهرجان سيمفوني هو واحد من أهم وأكبر المهرجانات الفنية في كنيستنا القبطية لتكريم كل رواد الدراما والأفلام المسيحية. هو أيضا مهرجان لرد الجميل والشكر لكل الفنانين والمخرجين والمنتجين وكل العاملين في الدراما المسيحية الذين قدموا لنا كلمة الله من خلال أعمالهم الفنية الروحية الحية إلى الآن. شكرا لكم جميعا يا من أمتعتونا وزرعتوا فينا حب كنيستنا وأبائها. كامل يوسف، سي تي في.